أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نكمل إن شاء الله في موضوع الرؤية الذي بدأنا في المحاضرة الماضية، وطبعا شرحنا للفقرة الأولى من قول الإمام أبو جعفر رحمه الله في موضوع الرؤية التي قال فيها: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا فقال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طبعا في بخصوص هذه الفقرة دلل الإمام أبو العز الحنفي الذي يشرح هذه الفقرات، دلل على هذه المقولة للإمام أبو جعفر بالكتاب والسنة، فأورد أدلة أو آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على موضوع الرؤية، وأيضا أحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا تدل على الرؤية، منها اللي هي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومنها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وطبعا الحسنى هنا فسروها على أنها إيش؟ الرؤية. نعم، الزيادة. أيوة، الحسنى الزيادة الآن هي الجنة. ثم الدليل الآخر: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، اللي هو الدليل اللي هو المخالفة. فما دام هؤلاء محجوبون إذن أهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى. ورد على المعتزلة وغيرهم ممن استدل بقوله سبحانه في إنكار الرؤية اللي هي: لن تراني ولا تدركه الأبصار. وكان الرد بأن لن هنا لا تفيد النفي المؤبد، وإنما هي نفي مقيد متعلق بمين؟ بالدنيا فقط. أما الآخرة نعم فالرؤية ثابتة. ولا وقوله لا تدركه الأبصار أن الرؤية تختلف عن الإدراك، الرؤية تختلف عن الإدراك، وبالتالي كان قولهم أو استدلالهم بهذه الأدلة استدلال غير صحيح أو في غير محل. أما حديث نبينا صلى الله عليه وسلم في موضوع الرؤية فهي كثيرة، منها اللي هو: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وغيرها من الأحاديث: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة في ذلك. ويذكر الإمام أبو العز في هذا الخصوص فيقول: وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها. ولولا طبعا أني التزمت له الإمام أبو العز الحنفي يقول: ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من أحاديث. نعم، هذه هي الفقرة الأخيرة اللي توقفنا عندها في المحاضرة الماضية بخصوص رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة في الآخرة. الآن نكمل بقية لي الفقرات. وقد روى أحاديث الرؤيا نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث، ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سمعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. نعم، يعني الآن يتحدث عن حديث الرؤية، وأيضا يستدل من هذه الأحاديث على أمور أخرى
صفات أخرى، منها صفة الكلام، ومنها صفة الإتيان، ومنها أنه فوق العالم اللي هي الفوقية، وأنه يناديهم أن يكلمهم إلى آخره. نعم. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برؤيته فليتبوأ من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال: أي سماء تضلني، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. نعم، هنا في هذه الفقرة ينكر على من يؤول نصوص اللي هو الكتاب والسنة، ينكر على هؤلاء الناس ويقولون فيها بمجرد العقل. نعم، الإمام أبو بكر رضي الله عنه كلكم بيعرف عندما سئل عن الأب فقال: أي سماء تقل وأي أرض ظل إذا قلت طبعا فيها بلويش بما لا أعلم. نعم. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه. وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ولهذا ألزم نعم هنا وكأن الإمام أبو العز يقول بأن الرؤية فيها إثبات لجهة العلو، كويس، وفي ذلك رد على المعتزلة وغيرهم ممن ينكرون لجهة العلو ويتكلمون فيقولون يرى لا في جهة. كيف يرى في لا جهة؟ هذه هي فلسفة مين اللي هو المعتزلة. حديث الرؤية حديث في إثبات لمين؟ للفوقية، جهة العلو التي تليق بالله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة، وإنما لم ترح في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس إذا حد قراء البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي. فإذا كانت الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطافوا رؤيته. ولهذا لما تجلى الله للجبل وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلناه ملكا لقضي الأمر. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا عليه ملكا لجعلناه في صورة البشر، وحينئذ يتشبه عليهم
يشتبهوا يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا. نعم لحظة، إذن يعني في هذه اللي هي الفقرة يرد على هؤلاء الذين ينكرون الرؤية وينكرون العلو، لأن العلو في هذا الحديث مقترن باللي هي الرؤية، فلا يمكن أن تتم الرؤية بلا مقابلة. وطبعا بالنسبة للرؤية في الدنيا لم تحدث رغم إمكانيتها، لم تحدث لأن قوانا البشرية وخاصة قوة الإبصار قوة إشمالها محدودة، لا تستطيع أن ترى الله سبحانه وتعالى. لذلك رؤية الله في هو الآخرة الله عز وجل يكمل لويس قدرة الإنسان، يعطيه قوة أكثر مما هي عليه في هذه الحياة الدنيا، فيرى الإنسان بهذه القوة بهذا الإمداد الإلهي في قوة البصر وبقية القوة الأخرى اللي احنا المعروفة لدينا، فيستطيع الإنسان أن يرى الله تعالى بهذه ليعيش القوة التي تختلف عن قوة إبصارنا وإدراكنا في الحياة الدنيا. طبعا هو يضرب مثال إخواني لعجز الإنسان ولإمكانيته في نفس الوقت. احنا كبشر الآن نعجز عن إدراك اللي هو مين؟ الملك. الملك وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، هو جبريل عليه السلام. لكن لاحظوا الله سبحانه وتعالى أيد نبينا صلى الله عليه وسلم بقوة طبعا فاقت اللي هي القوة التي كان عليها والتي نحن عليها، حتى تمكن من خلال اللي هي هذه القوة التي أمده الله تعالى بها أن يرى مين؟ أن يرى جبريل عليه السلام، أن يرى جبريل. طبعا بالطبع إخواني حتى اللي هو ظهور الملائكة، لو ظهروا الملائكة على هيئتهم لنا بالتأكيد سنصعق جميعا، لن نصمد على رؤية مين؟ لو الملائكة على حالهم التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها. طب إذا كنا إحنا عاجزين عن إدراك الملك على هيئته، أيوة فمن باب أولى لو أن نكون عاجزين بقوتنا التي نحن عليها عن إدراك مين؟ الخالق سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أيده بقوة زيادة فرأى مين؟ جبريل. إذن أيضا في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يؤيد أهل الجنة ويعطي أهل الجنة قوة أخرى تفوق اللي هي القوة التي نحن عليها في هذه الدنيا، فنتمكن من خلال هذه القوة ليه؟ أن نرى ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى. إذن موضوع اللي هي الرؤية موضوع يعني في الدنيا غير يعني لم يحصل، لكنه في الآخرة سيحصل أو سيتحقق بإذن الله تعالى. طيب نكمل، لكن القول الموجود هنا بدنا نسيبه اللي هو ما ألزمهم المعتزلة، وننتقل يعني حوالي نصف صفحة. والرؤية حق لأهل الجنة، اقرأ جار انت او زميلك واحد منكم. قوله والرؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. نعم، يعني هنا الرؤية حق لأهل الجنة، هذه الفقرة متحققة ولا خلاف عليها، فيذكرها الإمام أبو جعفر وين؟ في متنه. لكن الإمام أبو العز يزيد في الشرح ويذكر هو ما يتعلق بهذه المسألة، فيذكر أن الرؤية أيضا وين ثابتة؟ في المحشر، طبعا عندما يحشر الناس ويقرر المولى سبحانه وتعالى عباده يا عبدي فعلت كذا وكذا وكذا، طبعا الإنسان المؤمن ستره الله في الدنيا فيستره أيضا في الآخرة، فيقول بأنه في مثل هذه المواطن يرى هو مين؟ العباد ربهم. طيب شوف المسألة رغم ثبوتها في الصحيح، لكن أيضا هناك خلاف فيما بين العلماء فيها، نشوف هذا الخلاف. نعم. قوله
واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. نعم، يعني مسألة الرؤية في المحشر مسألة خلافية، عشان هيك الإمام أبو جعفر تركها لم يذكرها. الإمام أبو جعفر يذكر دائما ما هو متفق عليه، ما هو يعني مدلل عليه بآيات القرآن والسنة دون خلاف. فهنا يعني في الرؤية منهم من قال بأنه يراه المؤمنون، منهم من قال يراه المؤمنون والكافرون ثم يحتجب عن مين؟ عن الكافرين. منهم من قال يراه المؤمنون ومعهم مين؟ المنافقون. نعم، فيها هذه الأقوال، يعني الأقوال هذه كلها تحتمل هذه النصوص، ولهم طبعا تفاصيل في هذه الأقوال. احنا الآن القضية المهمة لدينا هي الرؤية في الجنة، الرؤية في الجنة. نعم، واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه. أيوة، إذا لاحظوا بالنسبة للرؤية في الدنيا، هذه اللي هي القضية، الأمة متفقة كما يذكر الإمام أبو العز على أنها على أنه لم يحدث أو لم يره أحد بعينيه بالنسبة لمين؟ للناس. ولم يختلفوا إلا في هو موضوع النذر، هل رآه صلى الله عليه وسلم أم لم يره في الدنيا؟ اختلفوا في ذلك على لو قولين، بدنا نشوف لو هذه الأقوال والراجح فيها. نعم، وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. نعم، إذا لاحظوا يعني ينقل القاضي عياض اللي هو الخلاف في هذه القضية، ويذكر اللي هو إنكار عائشة رضي الله عنها وهي أعلم الناس بمين؟ برسول الله عليه الصلاة والسلام، ينكر أو يعني يذكر قول عائشة في إنكارها على من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه، قف شعري نعم من شدة اللي هو هذا القول، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، وأن هذا الحديث صحيح في صحيح البخاري. ثم نعم قال بقول عائشة جماعة من علماء اللي هو مين؟ المسلمين. نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. أيوة، إذن من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه ابن عباس. طيب نشوف الآن، هو يعني يحاول أن يعني يناقش بعض الأدلة في هذا الموضوع. نعم نعم، أي نعم صحيح، لأن نشوف لهذه التفاصيل متعلقة بهذا الموضوع. وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائده، ثم قال وأما وجوبه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آية النجم، والتنازع فيهما مأثور والاحتمال لهما ممكن. أيوة، إذا لاحظوا يعني القول الأول من قال بعدم رؤية النبي عليه الصلاة والسلام الأدلة صريحة في الدلالة على ذلك، لكن من قال بالأمر الآخر بالرؤية أيوة هو يستدل بلوى الآيات في سورة النجم والخلاف فيها موجود والاحتمال فيها ممكن، إذا نلجأ لمين؟ للنص الصريح
ولا للنصوص التي يحتمل فيها أو الاختلاف فيها وارد؟ النص الصريح الذي يقول وعمال قبل شوية ذكرته عائشة رضي الله عنها بأنه إيش من يعني حدث بأنه رأى ربه فقد كذب. نعم نشوف اللي الكلام الآخر. الآية اللي في سورة النجم هي ثم دنا فتدلى. أيوة. فكان قاب قوسين أو حمير. ثم دنا فتدلى فكان ولقد رآه نزلة أخرى. نعم. هذا لجبريل عليه السلام. أيوة. البعض قال اللي إيش أنه رأى ربه، يعني البعض حمل هذه الآية هذا المعنى. ولقد رآه الناس. فهنا لا، الآية واضحة في حتى الدلالة على أن المقصود به في الرؤية جبريل عليه السلام. ويعني عندما ذكر جبريل عليه السلام وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى جبريل مرتين، مرة على الأرض وسد عليه الأفق، والمرة الثانية في اللي هي السماء. نعم هناك عند اللي هي إيش سدرة ولقد رآه نزلة أخرى، أي مرة أخرى، المرة الأولى على الأرض والمرة الثانية هناك، عندما طبعا وصل إلى ما وصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، رأى نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، وله 600 جناح لأنه أعظم الملائكة، وله 600 جناح كما هو ثابت. نعم. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية وهو ما نعم إذا لاحظوا يعني الآن بينقل الإمام أبو العز عن اللي هو إيه؟ عن القاضي عياض بأنه إيش هو الحق، ما ذكره القاضي عياض هو الحق اللي هو إيه بخصوص لعدم رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم اللي هي إيش في الدنيا. نعم والآن طبعا يقرر اللي هو إيش مذهب طبعا المتعلق بالرؤية، فيقول فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، وهذا ما ذهب إليه علماؤنا، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة ولا نقول مستحيلة، لا نقول مستحيلة، لأننا إذا قلنا مستحيلة يعني أن وصفنا الله تعالى بالعجز، وهذا وصف لله هو النقص، لأن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الله عز وجل قادر على أن يري نفسه لمن يشاء من عباده، إذن هي ممكنة ما دام الله تعالى قادر، إذن هي ممكنة. لو كانت مستحيلة طبعا هنا في وصف لله بإيش بالعجز، بأن الله لا يمكن أن يري نفسه لمين لمن يشاء من عباده. النقطة الثانية تدل على الإمكان سؤال موسى عليه السلام، لا يمكن لنبي أن يسأل الله تعالى أمرا مستحيلا، لا يمكن. وبالتالي علماءنا علماء أهل السنة يقولون بأن الرؤية ممكنة في الدنيا ولكنها لم تحدث لأحد. نعم لم تحدث لأحد، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا لم يرى ربه في الدنيا، والآن يدلل على لو أحاديث من للنبي عليه الصلاة والسلام تؤكد عدم رؤيته لمين لربه سبحانه وتعالى. نشوف. لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار،
وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم، إذا لاحظوا يعني في الحديث الأول والحديث الثاني، الأول عندما سأل أبو ذر نبينا عليه الصلاة والسلام فقال هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، أو نار، أو رأيت نورا، أي كان هو حجاب النور الحاجز لمين؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم من أن يرى ربه. يعني الله عز وجل نعم لا يستطيع أو لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى الله سبحانه أو رؤية الله سبحانه وتعالى، بل كان حاجز النور يحجز نبينا عليه الصلاة والسلام عن رؤية المولى سبحانه وتعالى. الحديث الثاني بالطبع يعني الشاهد فيه اللي هو إيه؟ حجابه النور أو النار، لو كشفه أي لو كشفه الله تعالى لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني لو كشف هذا الحجاب لأحرق نور وجهه سبحانه وتعالى ما انتهى إليه بصره. وبالطبع الله عز وجل بصره ليس يعني غير محدود، وبالتالي هنا دلالة على لويه على عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل. نعم، كم فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأن أراه أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم. إذا إخواني واضح النصوص السابقة في اللي هو إثبات عدم رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم لمين؟ لربه. نعم. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. نعم، يعني هنا يذكر اتفاق الصحابة على تقرير رؤيته لجبريل عليه السلام، وعدم رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لمين؟ لربه سبحانه وتعالى. ويقول بأن مفهوم النبوة يرتبط برؤية جبريل أكثر من اللي هو رؤية الله، مع عظم هذه اللي هي الرؤية اللي هي رؤية الله، لكن معروف إخواني أن رؤية جبريل والعلاقة ما بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين جبريل هي العلاقة التي نسميها أو نطلق عليها مفهوم النبوة. لو انقطعت هذه العلاقة، لو زالت هذه العلاقة، يزول عن نبينا صلى الله عليه وسلم مفهوم النبوة. وهذا ما يعني كان يسعى إليه المشركون ومستشرقون حديثا وأعداء الإسلام، لأن يزيلوا مفهوم النبوة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يعني نحن أحوج لتقرير ولإثبات رؤية جبريل لما ينبني عليها من تأكيد نبوته صلى الله عليه وسلم في اللي حياتنا، أكثر من اللي هو إيه؟ الكلام على رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم لمين؟ لربه، مع عظم هذه الرؤية. نعم، إذا إخواني مرة ثانية في موضوع اللي هي الرؤية، أهل السنة متفقون على أن الرؤية ممكنة في هذه الدنيا لكنها لم تحدث لأحد حتى نبينا عليه الصلاة والسلام. الآن ينتقل إلى الكلام على بقية المتن وقوله بغير إحاطة ولا كيفية، طبعا اللي هو موضوع الرؤية لا نتكلم عليها بإحاطة وكيفية،
لأن إخوان الرؤية متعلقة بالله سبحانه وتعالى، وهذا التعلق الغيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نثبتها ودون الخوض في هي تفاصيل هذه الرؤية. وأيضا وتفسيره على ما أراد الله وعلمه إلى قوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، يعني نسلم بما ورد وثبت في نصوص الكتاب والسنة دون تأويل لهذه النصوص الصريحة في الدلالة على المعاني الظاهرة نعم التي تضمنتها هذه النصوص. النص بيقول إلى ربها ناظرة، لا نستطيع أن نؤول اللي هي الرؤية إلى أي موضوع آخر، ما في مجال. وإلا طبعا إخواني هذا التأويل يحتاج إلى قرينة تدل عليه، ولكان خطاب القرآن الكريم للناس خطاب بما لا يفهمون، وهذا الأمر منتفي عن القرآن الكريم، لأن القرآن وهو كلام الله تعالى خاطب الناس بعقولهم أو خاطبهم بما يفهمون. نعم، أفلا تدبرون أفلا تفكرون إلى آخره، وبالتالي هذا التأويل يعتبر تأويل فاسد والعياذ بالله. ثم يتكلم على ضرورة اللي هو التسليم لله سبحانه وتعالى بما ورد في اللي هو الكتاب وما ورد في نصوص السنة النبوية. جيد، نقرأ هذه الفقرة. وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بارك ربا. وقوله فإنما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من سلم فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. أو كقول المعتزلة والجهمية وغيرهم، نعم الإنسان يسلم بهذه النصوص. أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل. هذا قول مين؟ المعتزلة. أيوة المعتزلة، نعم، لأن العقل عندهم هو المصدر رقم واحد، وبالتالي عندما يعني يقولون عندما يتعارض العقل مع النقل يقدم مين؟ العقل. الآن يرد على هذه المقولة وهذا المذهب أو المبدأ أو الأساس الذي أقام عليه المعتزلة مذهبه. نعم. فإذا عارضه قدمنا العقل وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره فيقال إذا تعارض، يعني هو يرد على هؤلاء الذين يقولون اللي هو النص النقل والعقل، وإذا طبعا حدث تعارض بين العقل والنقل نقدم العقل على اللي هو النقل، يقول بأنه هذا كلام باطل وغير صحيح. كيف ذلك؟ لأن يرد عليه بنفس المنطق وبنفس الفلسفة. نشوف هذا الرد. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجميع بين المدلولين جمع، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين. نعم، إذا لاحظوا إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم مين؟ النقل. وجب تقديم النقل ليش؟ لأنه يستحيل أن نجمع بين مدلولين إشمالهم متناقضين، يستحيل هذا الأمر. إذا ما دام في تعارض إذن يجب أن يقدم النقل على العقل. هو الآن بيقول هذا الكلام بمنطق العقل، نشوف ليش هذا الكلام أو تكملته. وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع
ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا لاحظوا يعني إحنا بعقلنا بنستدل على صحة مين؟ النقل. طيب ما دام الوفي تعارض، إذن العقل يقول بصحة مين؟ النقل. إذن يجب أن يتبع العقل مش العكس. هم المعتزلة عادي إيش مالهم؟ يتبعوا العكس. نعم. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل. واضح أخواني؟ يعني إحنا الآن لو بدنا نقول والله دلالة النقل باطلة، إذن دلالة العقل إيش مالها؟ الأصل. لأن هو العقل أصلاً من خلاله إحنا استدللنا على صحة النقل. فما دام الآن العقل بيقول إنه دلالة النقل باطلة، إذن العقل في أصله إيش ماله؟ باطل. وهذا غير طبعا صحيح. نعم. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل. إذن ما دام اللي هو الآن العقل دلالته باطلة، إذن لا يصح أن يكون إيش ماله؟ معارضا لمين؟ لهو النقل. طيب، لأن ما ليس بدليل لا يصلح للمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. نعم، يعني هو يرد بنفس منطقهم الذي قالوا فيه بتقديم العقل على النقل باختصار بأن دلالة صحة النقل استدللنا عليها من خلال العقل. فإذا قلنا بأن النقل غير صحيح، إذن دليل العقل إشماله أو استدلالنا بالعقل غير لو هي صحيح، وبالتالي يوجب هذا الكلام على هؤلاء الناس أن يقولوا بدلالة أو بصحة دلالة مين؟ النقل، لأن هذا القول هو القول السليم الذي يستسيغه أصحاب العقول. وإذا قدم العقل على النقل معنى ذلك لوي نعم تعارض مع نفسه، وفيه قول بعدم صحة مين لو النقل، بعدم صحة النقل، وهذا الكلام مخالف لمين؟ لبديهية ولمسلم العقل اللي احنا من خلاله قلنا بصحة مين؟ بصحة لو النقل. يعني هو في هذا الكلام او في هذه اللي هي الفقرة اخوانا على وجه الخصوص يرد على المعتزلة بشكل واضح، الذين قالوا بدلالة العقل الأولى ثم يأتي بعد ذلك مين اللي هو النقل. وإذا تعارضوا، طبعا هذا أمر مستحيل إخواني، مستحيل أن يتعارض العقل الصحيح مع اللي هو إيه؟ مع النقل، العقل السليم الصريح مع النقل الصحيح، يستحيل استحالة طبعا كاملة. وبالتالي هو يرد على هؤلاء الناس ويقول بأنه يجب علينا في هذه القضايا وفي كل القضايا أن نسلم للنقل وأن يتبع العقل ما ثبت بالنقل، لأنه لا تناقض بينهما على الإطلاق. وهناك كتب إخواني مؤلفة في ذلك للإمام ابن تيمية وغيره من العلماء، درء تعارض العقل مع النقل، مطابقة صحيح صريح المعقول لصحيح المنقول، كتب مجلدات ألفت للرد على هذه الجزئية على وجه الخصوص. نعم. فالواجب أيوة، فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. نعم، يعني هنا في هذا الأمر يقول بوجوب اللي هو التسليم لمين؟ لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتلقي الأخبار أي الكتاب والسنة دون أن نعارضه بمثل هذه التأويلات التي هي تعبير عن
لو هذا الخيال الذي يسميه أصحابه لو أمر معقول. ثم ينتقل لي لو قول الإمام أحمد، أنتقل في آخر الفقرة. قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب لي أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. نعم، إذن هذا الحديث يعني يبين أو يؤكد من خلاله الإمام أبو العز على ضرورة التسليم بما ورد في الكتاب والسنة وعدم الخوض وعدم القول في الكتاب والسنة بمجرد العقل. والحديث واضح جدا، اختلاف الصحابة واختلاف آرائهم في ذلك. النبي عليه السلام قال لهم مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. وطبعا قولي بأن الكتب أنها متناقضة أنها مختلفة إلى آخره، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، ما في تناقض. وديروا بالكم هذه اللي هي الشبهة، يعني شبهة مثارة حديثا عندما يقول أن القرآن طبعا يكذب بعضه بعض، أو بصيغة أخرى القرآن هناك تناقض بين آيات القرآن الكريم. تلاقي بعض المستشرقين يحاول أن يلبس ويحاول أن يروج لمثل هذه الشبهات على عامة الناس أن القرآن في هناك تناقض بين آيات. لا، إحنا عندنا القرآن لا تناقض بين آياته لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، بل يصدق بعضه بعض كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وكأن هذا الحديث رد على من يحاول أن يثير شبهات حول كتابه سبحانه وتعالى، على كتاب الله سبحانه وتعالى. لا، القرآن لا يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا. قد يتوهم عامة الناس، عوام الناس الذين لم يفهموا النصوص فهما دقيقا، فعلا أن ظاهر هذه الآية يناقض ظاهر آية أخرى. لا، كما ذكر النبي عليه السلام، نعم لم يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به. آيات الأدلة نصوص الأحكام الصريحة الواضحة لديكم فاعملوا بها، وما جهلتم لعوام الناس، هذا كلام من وجه لعوام الناس، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، أصحاب الاختصاص بيعلموا أسباب النزول، بيعلموا تفاصيل هذه الأحكام الملابسات إلى آخره، وبالتالي هم أقدر على فهم هذا النص من اللي هو مين؟ عامة الناس، وبالتالي لا تناقض بين اللي هو إيش؟ نصوص القرآن الكريم. إذن يجب أن نسلم وننقاد لآيات الله سبحانه وتعالى ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بغير اجتهاد بآرائنا وأقوالنا التي نخالف فيها ظاهرة أو ظواهر هذه النصوص. نعم، كمل الفقرة المتبقية بس بخصوص العنوان هذا. نعم. ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم، قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول. وقد يكون علم من غير الرسول، لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. نعم، يعني في هذه الفقرة في نهايتها هو يؤكد أيضا على ضرورة الأخذ بما في الكتاب والسنة وعدم التقول على الله سبحانه وتعالى، أي بعدم تأويل هذه النصوص الظاهرة الصريحة في دلالتها إلى معان أخرى لا تحتملها هذه النصوص، بل نعرضها فما وافق كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام وما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نأخذه دون اجتهاد يخرج بنا عن هذا النص. إذن مرة ثانية هذه الرؤية المتعلقة بربنا سبحانه وتعالى هي رؤية في الجنة، رؤية متحققة بإذن الله تعالى في الجنة بدلالة نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية التي لا نؤول فيها بعقولنا على الإطلاق، لأنها صريحة في الدلالة على الوجه على ذلك. أما في الدنيا فهي ممكنة ولكنها نعم لم تحدث لأحد. في المحشر اختلف الناس عليها على الأقوال الثلاثة التي ذكرت، لكن ما يهمنا فيها هي الرؤية في الجنة فهي متحققة بإذن الله سبحانه وتعالى. مرة ثانية إخواني بعد هذا العرض السريع لفقرة الإمام أبو العز أرجع مرة ثانية وأقرأ الفقرة المتعلقة بذلك إجمالا وطبعا تلخيصا لموضوع الرؤية. فيقول الإمام أبو جعفر رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا فقال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذه الفقرة متعلقة بموضوع الرؤية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا برؤيته في الجنة إن شاء الله تعالى، ونكون ممن قال فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نقف عند هذا الحد الذي ننهي به موضوع رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، وطبعا في المحاضرات القادمة إن شاء الله هناك بعض الموضوعات المتعلقة بالتوحيد وشبهات أثارها أعداء الإسلام حول هذا الموضوع، موضوع الصفات بالذات سنتناولها إن شاء الله تعالى أو نتناول بعضها
لنقرأه ونفهمه ونرد عليه إن شاء الله تعالى.